كريم مين هيدا اللي نزلت من سيارته؟ يا الله يا الله، ما خلصنا بقى من هالقصص، ما خلصنا يا عمي. سلمتني ورق الطلاق، شو بعد بدك مني؟ ياسمين عم بسألك مين هيدا اللي نزلت من سيارته؟ ايدك ما بتدقى فيي، نحن على الطريق قدام الناس رح تبهدلنا. بحب ذكرك انه بعدك لحد هاي اللحظة مرتي. عفواً؟ لحظة، كأنك قلت لي بعدني مرتك؟ ايه، ومن حقي اعرف مين هيدا اللي كنتي معه، وين كنتوا؟ وليه وصلك على البيت؟ كريم مش من حقك تعرف شي، بس اللي من حقك تعمله هو انه تحمل حالك وتفل. نبقى بنلتقى عند المحامي. ياسمين، وإذا مصر تعرف هيدا الدكتور عامر، والدكتور عامر ناطر لتطلقني ليتجوزني. ولي كيف عملت هيك؟ ولي مجذوبة، ولي مجذوبة، ولي مجذوبة. كيف قلتي له هيك؟ كيف قلتي له هيك؟ كيف قلتي له هيك؟ شو بدك تعملي هلا؟ يا الله علي، يا الله كيف بعمل هيك؟ شوفي كيف، شوفي شوفي بدي لاحقك يعني؟ يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت كان فيها شيء؟ يا ريت طيب الشر على قلبه. فوتي فوتي فوتي. يا الله كيف بحكي هيك انا؟ كيف؟ الله ما بعرف شو صلي لقلت له هيك. هلا اكيد بده يفكر في شيء بيناتنا. لك وين هذا اللي بده يفكر في شيء بيناتكم؟ مين؟ كريم المقبور على قلبه جوزي، شايفني نازل من السياره مع عامر. عامر هيدا الطبيب النفسي بعد ما فتح العياده تبعه، بس انا عم ساعده يفرشها. بعدين كنت انا وجمانة سهرانين وطلع فجاه بوجهي ما بعرف كيف وردني على البيت. قلت انا بروح بعتذر له، بس رحت اعتذر له طلع بوجهي وقال لي قولي لي اللي بدك تقولي لي اياه. انا قلت له ردني على البيت، وهو ردني على البيت كان واقف كريم، بس واقف كريم رحت عنده قلت له ناطرني لطلقك ليتجوزني. ايش رايك بشو؟ ليش ما كنتي عم تردي على تليفوناتي؟ ليش انت دقيت لي؟ يعني اذا دقيت لك بتردي؟ على فكره فيك تقلي اسف ببساطه. طب يا ستي انا اسف ببساطه، منيح هيك؟ وانا سامحتك ببساطه. طيب يا ستي شكرا. بتعرف شو اسامه، انت صرت بتعرفني كثير منيح. انا بنت ما بحب المشاكل، وبصراحه ما بحس انه في سبب يعني بخليني نام انا وانت زعلانين. صح معك حق. طيب وين عزمتيني حلوان هي الصلحه؟ ها ليش انا مزعلتك؟ يا ستي انا اللي مزعلك، وانا اللي بدي راضيكي، وانا اللي بدي اعزمك على عشاء بيطير العقل على البحر. موافقه، بس مو اليوم لانه بدي روح نام عند ياسمين، بقى ما بدي اتاخر عليهم عيب. طيب موافق، بس بكره بنتعشى سوا على البحر نغمهم. حاضر. شرفي. شو قصتك انت اليوم عم تحلي؟ تفضل. تمام ماشي، متشكرة قوي. خلص حجز المستشفى تمام، يعني بكره ممكن نعمل عملية الساعة 12 ان شاء الله. اوكي انا جاهزة. تمام. اول حاجة هنبتدي بيها شفط البطن، بعد كده الدراعين، ممكن ندخل على المناخير ده لو ما حصلش اي حاجة في البنج. شوفي انت اعملي اللي بتلاقيه مناسب، انت قادرة. لا كده ما ينفعش، لازم تبقي متفائلة شوية، عشان تتغيري من بره لازم تتغيري من جوه كمان. ان شاء الله. تمام، بس في شوية إجراءات كده لازم نعملها قبل العملية. إذا منشيل مصاري أنا ممكن أدفع الليلة. فلوس إيه بس؟ دي آخر حاجة أنا بفكر فيها. أول حاجة لازم تعرفيها إنك ما ينفعش تاكلي بعد الساعة 10 بالليل، ده عشان البنج طبعًا. أوكي. بعدين لازم تنامي كويس جدًا، وحاولي تشربي كده أي حاجة سخنة عشان تبقي ريلاكس وتنامي كويس. أوكي. والأهم من ده كله إنك لازم تدينا نمرة حد من قرايبك. ليش بقى؟ اجراء احترازي يعني، عشان لو حصل اي حاجه لا قدر الله، عشان انت داخله العمليه لوحدك معكيش حد. انا وعيشه ما كنت فرقني معهم، بدك لما اموت يهتموا. بعيد الشر عنك، بس مين اللي جاب سيره الموت؟ ده اجراء صغير كده عشان يعني لو حصل اي حاجه. طيب راح اعطيك رقم بنتي. اوكي ينفع برضه. 03
30 20 30. تمام. والله والله يا انسي امسانتي، اذا انت مكيفه طاق على رجعه جوزك بالسلامه، انا مكيف 10 طوق. يا سلام. وليش بقى؟ شو ليش بقى؟ لانه هي اول ليله بدي اروح انام فيها وانا قرير العين مثل ما بيقولوا. بدي اطمن انه انت بدك تصيري بايادي امينه، لانه انت كل المده امانه في اعناقنا. لك تسلم لي يا ابني، والله والله انك ما قصرت طاول طاول. ما؟ اخ على حظي، يعني حرام حرام تكون في شيء وقت هيك بيركة بالمطار عم تستناني وانا راجع بالطياره من شانه. ليش انت بتطلع بالطياره؟ ايش هالحكي؟ لك انا اللي بطلع بالطياره، اساسا انا مقضي عمري كله بالطيارات، لخيته مو بالطياره، مو بالمطار تستناني، تستناني على حدود محل ما بيصفوا هي بيعملوا تصفيه تبع السياره، ما على حدود باول كازيه، لخيته تستناني بكراج البولمن، بس المهم تلتقى لنا شيء وحده تستناني. ليش رجعت تتجوزت؟ اه شو؟ ليش انا عجبني الكحل لحتى ارجع ادنبه؟ بس اه انت بتعرفي اول بيشتين هزار مرمرتني، ايه بعدين اجت الانسه هنادي عذبتني. ايه والله. واخر وحده الانسه ليان دمرتني على الخالص. طيب شي هيك هذا جديد على الخط؟ لا تخجليني يلا، والله العظيم بستحيني. يلا اللي أدري. أنت ما بتحط عليك، بقلك على سر، بس ما بتجيبي سيرة لحدا طاول طاول طاولة. لك أنا لأمي ما قلت لها. خلص سرك كبير. شو بقلك؟ لا ما بقلك. شلون بدي سير سر لك إيه؟ لا قلك. بس تعرفي أنا هيك عم بدكتك على الموضوع على نار هادية. اوعى تنساها تقوم تحترق. لا 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 بعجبك، انا بعجبك. سيم ساندي بدي اسالك سؤال. شو؟ نحن وقت بنكون طالعين على طريق المطار بيكون البحر على يميننا ولا على يسارنا؟ صور على يميننا. ايه اه ابو على الصواب. معناتها رايحين على طرابلس. ايش شو؟ خليكي انا بفتح. اهلا، هاي صبايا، استقبلوني عندكم اليوم؟ ولا تفضلي. بعرف يعني جبتني سائلة اخر هالليل، بس مالي غيركم. لا عيب ما تحكي هيك يعني، بس ما تكوني مخانقة مع ميدو. لا انا وميدو ما بنتخانق ابدا. ولا كان شو القصة؟ ولا شيء، طلعت على المطار. سافرت؟ لا ما سافرت، راحت تجيب جوزها هلا بيوصل. جوزها رجع. اوكي ايه الله يوصله بالسلامة. الله يسلمك. تشربي شيء؟ جاي على بالي كاسه نسكافيه من تحت ايديك التنتين. حبيبي انت بيتك، يلا خدهم حالك. ايوه بس اعملي لي واحد لإلي كمان. يعني انا بعرف الضيف عياره 3 ايام، انا لسه هلا وصلت لعندكم. صاموما ماشي، تستاهلي، رح اعمل لكم انتوا التنتين. رجع رجع رجع. شلون الله يا ادري رح يوصل تيتو، انت لسه مضيع الطريق. شو انا مضيع الطريق؟ لك انا بعرف طرقات لبنان، شوفي شوفي اكله من اجري شوف، انا بدي اضيع الطريق؟ ايش عم تحكي انت؟ بتعرف اذا نزعت لي لقائي مع تيتو شو ممكن يصير لي انا؟ انا بدي انزع لك اياه؟ ليش لك تفسيني اياها براسي؟ ياما ايش اول واحد بتاخر يعني؟ خربطنا خربيطه، ما عم بلاقي الاكزيت اللي لازم اطلع منه، يمكن مغيرين اللافتات. بعدين تعي لقول لك يعني بجوز يكون طلع بالطياره الثانيه مو بهي الطياره اللي بتجي هلا. ايه بجوز ما طلع بالطياره بالاساسه، بجوز ما بدي اجي لهون نهائيا. لك شو عم تحكي انت؟ شو مستحيل؟ ايش مستحيل؟ بقص ايدي من هون اذا كان طلع من امريكا، دقي له لشو؟ دقي له. اول مره اول مره له كل دق ناقص ما بنشال بقبان. خلص ادري لا توترني. انا اسف. رن التليفون. شو؟
الو تامر، انت وين؟ شو لساتك بامريكا؟ ابو ايه، وانا عم استناك هون. شو ميتينج؟ صار الميتينج اهم مني؟ ماو جينا والله ما لي خبر، والله ما لي علاقة. بعرف له يعني فصول ناقصة، بس أنا ما دخلني مشان الله يا أنسي مدام ميديا، والله لا تزعلي. معلش معلش، خلاص بيجي بطيارة تانية بعدين، بيجي بعدين. لا تزعلي، خلاص لا تزعلي مشان خاطري، لا تزعلي. أدري إيشو، خدني على البيت. باخذك على البيت، بس هيك باخذك مع الحالي، لازم تروحي. عم بقلك خدني على البيت خلاص. ايه والله والله ما بتركك تروحي على البيت وانت زعلانه، خلص تركي علي، بدي اخذك لشي محل هيك تروي غير الشكل. خلاص لا تزعلي، خلاص عندي عندي. بعت لك حتفي يا زين على الفصل الناقص. وين صار الاكزيت؟ نغم، بتعرفي أول مرة بعرف إنك خاطبة. هلا هي مو خطبة خطبة، إنه أهلي وأهله لسه ما دريوا، ناطرة لحتى أنزل من بيروت. إيه وكيف نحن بعد ما بنعرفه؟ ما أنتوا بتعرفوه. مين؟ أسامة. إنه أنت هيك يعني عندك عادة؟ إنه إيه عادي. شوفي، ما عندك مشكلة إنه شو؟ إنه الزلمة مجوز. يبلاني فشلان حركي، يبلاني بقتلي، إن شاء الله بروح قتل، بروح فوقي، إن شاء الله بتعفسني سيارة بلا نمرة، بتعفس هيك بتشقف 100 شقفة. يبعث لي حتفة مثل ما اقترحت عليك هذا الاقتراح، انه دقي له على امريكا ويرد عليكي وتزعلي هيك. والله والله ما تدرى خالته فريدة انه انا زعلتك، والله تزعل مني ما كان ما كان. نهار كنت متأكدة إنك ناسي عيد زواجنا. لا أبداً، مين قال لك؟ في أطلب منك طلب؟ أكيد. فيك ما تكذب بهالليلة بالذات؟ كل عام وأنت حبيبي. نانو وينها؟ ما في حدا غير أنا وأنت وبس. فيك تكون ملكي إلي وبس هالليلة؟ أكيد. وكل ليلة. ما عم بيرد. انت ما كنت عارفة انه مجوز؟ ما حكى شي، سكر خطه. ولك كيف يعني ما قال لك شي؟ يعني معقول؟ ما حكى شي، ما عم صدق انه كذب علي. هي الكذبة ما عم صدق. طب انه حبيبتي، انه انت كيف عرفتي؟ ما بعرف ما بعرف، ما حكى شي، والله ما حكى شي. يا نغم، أسامة مش بس مجوز، شو لك؟ عنده بنت كمان. خلص بقى، انتوا عم تمزحوا معي. بنات عم تمزحوا. لحظة 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 لحظة، طوري بالك طوري بالك. لحظة، ما فيك كمان. الله تركيني تركيني تركيني، ما عاد فيني. خلص تركوني خلص. ما كان فيك ما تحكي. ايه بتطلع كل شي ببطنك. أسامة، أسامة،
بكذبوا علي، لك انا ما مصدق حدا غيرك. انت قلت لي، انت قلت لي انه ما رح تتركني، لك انا صدقتك، لك والله العظيم حبيتك. شو عملت لك؟ وسامة رجلت يا وسامة. انا مصدقك لإلك لحالك. انت قلت لي انه انت بتحبني، انت 16 سنه بتحبني، قلت لي ما رح تتركني. رد علي رد يا وسامة. رد علي رد. مبسوط حبيبي؟ ايه حبيبي مبسوط. بدك تطفي الشمع؟ بلا. شكرا ادري عزبتك معي. لا ما شغله ما شغله، يعني واجب بدي اساوي بسيطة، بس خلينا اوصلك انا لفوق لقدام باب البيت، يعني خايف تدوخي بالاسانسير، مين يشحطك فوق؟ لا طمن انا منيحة، انا كثير منيحة. طيب ادق لها للدكتورة الآسي جمانة تيجي تشوفك؟ ادري انا ميديا، قد ما وقعت برجع بقوم، وبقوم اقوى من الاول. خلص طيب مثل ما بدك، مع السلامة. مع السلامة في امان الله. الله الله مالك كويسه، تعبانه وتلفانه، يبعث له حتفه بنص خلقته، ليش ما اجى؟ لو بطلع بايدي لو معي فيزا كنت زتيتك بامريكا بوجهه. بعث له حتفه للي قالت لام مبارك ما اجاكي. الو مرحبا بكري، شلونك؟ ابشار صبار عندك؟ ناولني اياه. مرحبا روحي، اهلا بشاهر. خيو بدي اسالك على شغله، اذا خرج تسوي لي اياها. خرج؟ اي صحيح ما طلع شي الشغله. خرج تدبر لي الفيزا الامريكيه بنهارين؟ ابو ست اشهر؟ ليش ايش في؟ قصه؟ ايش شو خبر؟ يي بالله؟ يعني ما خرج استعجله؟ لا يا كل الوقت بتكلف؟ لا يا بولا ما بدي اياها، ايش بدي فيها؟ ايش لي بهالميت لغسله؟ مع السلامات بما ان الله. بدي ادفع عليها مصاري، ايش لي علاقه؟ طلعت مو اخر ليله الي بلا تامر. تامر مرشي. اسامه طلع متجوز. ايه مو بس هيك، عنده بنت، عايش حياته، هلا طفى موبايله ما عم يرد علي. وانت مين قالك؟ لك كل الحاره طلعت بتعرف كلها، وكارلا وياسمين، انا الوحيده اللي ما طلعت بعرف. حبيبتي وانا كمان ما بعرف. خلص تعي معي روقي. ايه عم بقول لك ما كنت عارفه انه هو مجوز، كان عم بكذب عليا. ما كان لازم تخليها تطلع لحالها. طيب طيب ديدي يلا بحكيكي بعدين انا. اوكي حبيبي باي باي. ولو يا عمي لحقت تخبريها؟ شو مشكلتك هلا؟ ما كان لازم نخليها تطلع لحالها بهالحاله، اذا عملت شي بحالها شو بنعمل نحن؟ طمني ما رح تعمل بحالها شي. وشو عرفك انت؟ لشي مرة بحياتك حسيتي بالغدر أو بالخيانة أو بالكذب؟ منك أكل كف أنت لتعرفي شو هن هول. مين قالك بدل الكف
أكلت 100 كف. مهم هلأ شو بدنا نعمل؟ بدنا نحكي بميتة؟ لا طمني، رجعت عبيتها. على أي بيت؟ شو بك أختي؟ بيتها بيت مين لكان هي وميديا. إيه وشو عرفك؟ حكيتيها؟ لا كنت واقفة على البلكون شفتها فايتة على البناية. إيه وليه ما خبرتيني؟ هي ياسمين انت شو مشكلتك بالضبط؟ مشكلتك انه تركنا البنت تروح لحالها ولا مشكلتك انها رجعت عبيتها ولا مشكلتك انه ما خبرتك؟ حددي شو بدك بالضبط وتعي خبريني. بونوي. مزعج. كل شي رح يتغير بهالنهار، واليوم نفسه يلي حامل وجع كتير وحزن كبير هو نفسه كمان رح يحمل ضحكة كبيرة بعد وجع سنين. وهالنهار ذاته رح يمسح دمعة صار لسنين عم تنبكي.